خليني ابدا معاك يا احمد بمنتخب الشباب الاول عشان اقفل القصه دي، لان كلنا زعلانين الحقيقه على هذا الشكل العام. الحقيقه البطوله دي كلها على بعض كده يعني محسساني كان ممكن يتعمل افضل من كده بكتير قوي، سواء على الناحيه التنظيميه وفشل اتحاد كره القدم في تنظيم هذه، انا بقول فشل اهو اتحاد كره القدم في تنظيم هذه البطوله، او حتى في الناحيه الفنيه وفشل اتحاد كره القدم في اعداد جيد وجهاز فني جيد لهذا الفريق لهذا المنتخب. للامانه اتحاد الكره بيواصل الفشل في كل حاجه بصراحه، انا مش عارف بصراحه ليه الاصرار كده على الفشل. يعني انت حتى منظم بطوله على ارضك وعارفين الكلام ده من 6 7 شهور، يبقى المفروض يكون في اعداد محترم للفريق ده. على فكره اللعيبه كويسه، يعني انا متابع بقوه فرق الناشئين 2001 و2000، ده هم خلصوا على جيل 2006 وبيخلصوا على جيل 2003، 2006 خلاص خلاص خلص خلص، دلوقتي بيخلصوا على 2000 هيجمعوا 5 و6 بقى مع بعض في 2005 و2003 دلوقتي بيخلصوا عليه، و2001 لسه الشهر الجاي. يعني حاولوا يا جماعه بس تلحقوا الجيل، يعني الحقوا لنا جيل حتى، لكن اللي بيحصل ده عيب عيب. ما فاضل المنتخب الاولمبي صحيح، ما هو الشهر الجاي في مباراتين زامبيا. في زامبيا مباراتين زامبيا اللي هي المؤهله للتصفيات، فانت يعني حاولوا تلحقوا بس اللي بيحصل ده الاول. عيب ان مصر تكون بتنظم بطوله على ملعبها وما تجيبش جون في اول ماتشين، احنا ما سجلناش هدف يا جماعه في اول ماتشين، وبنلعب موزمبيق وبنلعب نيجيريا. نيجيريا فريق محترم، ولسه هنلعب الغول بتاعهم السنغال اللي هو اصلا اللي هياخد البطوله. السنغال دي عندها لعيبه سامبا ديالو وبابا ديالو، سامبا ديالو ده ساديو ماني الجديد، كلهم ديالو عيلة ديالو موجوده ديالو. معاهم فرقه كويسه جدا الوحش بتاعهم. نيجيريا اللي هو التوب رقم 2، موزمبيق طبعا اقل فرقه. فانت انا بصراحه شايف، اولا انا مش شايف خطه، مش شايف طريقه لعب المنتخب مصر، اصرار كابتن محمود جابر على اللعب ب 3 4 3 اصرار غريب. يا عم انت بتلعب بطوله على ملعبك وسط ملعبك، ليه بنضيع 60 دقيقه كل مباراه العب بثلاثه ورا وبعدين اقوم مطلع الباك المساك الشمال احمد هاني اللي هو بيلعب في غزل المحله، اقوم مطلعه واقوم منزل جناح؟ طب ما من الاول العب 4 2 3 1. ليه مصر كلها شايفه ان احنا ما عندناش صانع العاب، ما بنهاجمش من العمق، في فجوه في وسط الملعب؟ لا بتفرج عليهم مفيش خطه، مفيش جمل، مفيش روح، تحس ان كل واحد عايز يلعب. حتى رأفت خليل تحس ان هو بيلعب فردي، كل اللعيبه فرديه. بلال مظهر هداف دوري ابطال اوروبا، كلهم يعني. انا مش عايز اظلم اللعيبه برضو، انا عايز اقول للناس ما تظلموش اللعيبه، لان ما اقدرش احكم على اللعيبه في ظل ان مفيش خطه، مفيش تكتيك، مفيش جمل متحفظه. فانت لو حكمت مثلا، لو قلت المدافع ده وحش، عمر فايد وحش، قلت عبد الرحمن رشدان، ما ينفعش، لان الخطه مفيش تكتيك يا جماعه، مفيش طريقه لعب. والكلام ده كنا شايفينه على فكره، اي متابع لفرق الناشئين كان شايف ومتوقع ان ده هيحصل، وانا برضو متوقع ان المنتخب الاولمبي هيحصل فيه نفس الكلام ده. لو ما حصلش وقفه هيحصل، هتبقى كارثه، هتبقى 2006 فشل، 2003 فشل، 2001 فشل. انا ما اعرفش اتحاد الكوره، المفروض ان في ناس مختصه بالرياضه، كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات، ناس مختصه بالكوره، يعني ناس كباتن كبار ولعبوا كوره ونجوم كوره، المفروض يكون في، يعني يا جماعه ده يعني أنا اسف، ده يجب ان يتم الكلام على كل الاتحاد كره قدم والاتحاد كله. فشل اداري، فشل اداري وفضايح بتحصل على كل الاصعده الحقيقه، سواء في المنتخبات، سواء في القيد اللي بيحصل واللي بيحصل في الازمات المستمره، سواء في ان هم بيخبوا الجوابات اللي بتيجي، سواء حاجات كتيره جدا. يعني مفيش محلل اداء، مفيش محلل اداء في الجهاز الفني. الوقت الكوره بقت علم ودراسه، لازم انت عشان اجيب مدرب لمنتخب مصر لازم اجيب، انا اتابع الاول، انزل اتابع دورات الناشئين، اشوف مين الفرق. لو انا مثلا مش عايز اجيب نجم مثلا، او اجيب حد من النجوم اللي بيدربوا في الدو في الممتاز. انا بقى شايف عكس الكلام اللي انت بتقوله ده، اجيب كل حاجه، لازم اجيب ده منتخب الشباب ولا منتخب لازم يبقى نجم. لازم يبقى نجم، يجب ان يكون هناك احترام الحقيقه طبعا، بس لازم يبقى نجم مؤهل ان هو يبقى مدرب. يعني انا ممكن خلاص. عندي كوادر فنيه ممكن احطها في، يعني صحيح. كابتن حسام حسن مثلا، كابتن علي ماهر، كابتن الناس اللي ماسكه في الانديه وناجحه ممكن احطها، لان اللاعب الصاعد ده احمد سامي، كابتن احمد سامي، كذا حد من الكوادر اللي طلع احطها، لان الولد الصغير لما يشوف نجم وديله الفلوس اللي هو عايزها بالمناسبه، لان هو مش مثلا، ما هو برضه خلي بالك، انا اسف معلش، لان في حاجات الواحد بتبقى جواه مش قادر يعني في كابتن برضه، كابتن محمود جابر خلي بالك برضه، ما هو انا اعمل كذا حاضر، هو لازم يجب ان يكون له موقف. انا ازاي لم يتم عمل استعدادات جيده لهذا المنتخب؟ بس معلش، بعدين لما يجي يتقال لك ايه، خد 2 3 دول بس معاك كفايه كده على المنتخب، ما فيش حاجه اسمها كده. كنت في الجهاز الفني لازم اقول ان انا عايز 1 و2، لان انت اللي هتتحاسب. بس معلش برضه كابتن اسلام، كامل الاحترام للكابتن محمود جابر، ولكن هو مش صاحب سي في قوي،
مش صاحب سيره ذاتيه قويه، مش اسم كبير عشان اجيبه امسكه المنتخب الاولمبي، لازم يكون اسم حقق نجاحات. معرفش النهارده الاستاذ ماجد سامي رئيس وادي دجله او مالك نادي وادي دجله يعني قال كلمتين على الفيسبوك الحقيقه، معرفش هم صح ولا غلط يعني. لازم اجيب سي في كويس للمنتخب المصري، يكون حقق نجاحات، مثلا يكون حقق 3 دوري شباب، يكون عمل نجاحات مع فرقه اقدر اللعيبه تقتنع بيه كمان، يكون الجهاز كامل. ده ما فيش محلل اداء يا جماعه، محلل الاداء الموجود منسق اعلامي، يعني الجهاز الفني لمنتخب مصر ما فيهوش محلل اداء متخصص بتحليل الاداء للفرق. فبصراحه يعني ده فشل مستمر لاتحاد الكوره، والنهارده كمان يعني دي النهارده يوم سيء للاتحاد الكوره المصري حتى في ازمه القيد. تخيل ان في يعني نادي بيقيد لاعب عمرها ما حصلت، اول مره في العالم ان نادي يقيد لاعب بعد 22 يوم من غلق باب القيد. 22 يوم من غلق باب القيد نادي بيقيد لاعب. الناس ممكن تقول لك اصل النادي، على فكره انا مش بلوم النادي، انا بلوم اتحاد الكوره. كلنا بنلوم اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو السبب. مين اللي طلع بيان وقال يا كريم ان هو لا يملك، يعني انا مش هقيد قيد اللاعبين ده، انا مش هقدر اقيدهم لانه ارجعوا للنادي بقى.